أعلنت الإدارة العامة للإطفاء أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في مستودع للإسفنج بمنطقة الشعيبة الغربية في وقت سابق اليوم والسيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية. وفي بيان لها قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإطفاء إن الأضرار الناجمة عن الحريق اقتصرت على الماديات، مؤكدة أن التحقيق جار حاليا لمعرفة أسبابه وكشف ملابساته. هذا وكان حريق هائل قد اندلع ظهر اليوم وهرعت على أثره 6 فرق إطفاء، حيث باشر رجال الإطفاء مكافحة الحريق وعزله عن المصانع المجاورة، وكان إحداهما متخصصا بتصنيع الزيوت. الحمد كافح رجال الإطفاء الشجعان بواصل هذه الحريقة كما اعتدنا، ولله الحمد تمكنوا إن شاء الله أو ستمكنوا إن شاء الله من إخمادها دون أضرار بشرية. نسأل الله أن يشافي من تعب في هذا الموقع. شفت أحد زملائنا الإطفائيين تم نقله المستشفى بإشهاد حراري وإن شاء الله نطمئن عليه، ولكن لله الحمد سيتم نتيجة الحريق في وقت قياس إن شاء الله. الله يعطيهم العافية. تقريبا 150 رجل إطفاء شارك في هذا الحادث، في هناك طبعا يعني بعض الإصابات الطفيفة من جراء الإجهاد الحراري، وتم علاجهم في على أرض الواقع الموقع الحمد لله. للأمانة يعني الأخوان في المكافحة قاموا على أكمل وجه بمكافحة الحريق وإخماده بأسرع وقت. مشاهدينا الكرام، حول تداعيات الحريق انضموا إلينا عبر الهاتف الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء. فريق خالد، أهلا ومرحبا، أهلا ومرحبا بك بانضمامك معنا. بداية، هل تطلعنا على تطورات هذا الحادث وهل تبينت أسبابه؟ نعم، بالنسبة لتطورات الحادث مثل ما أنتم شفتوا للأسف كان حادث من بدايته كبير. أقرب مركز له كان مركز مينا عبد الله، وصل له في غضون 3 دقائق، لكن حجم الحريق للأسف كان من بدايته كبير. تعاملت مع الحادث هذا 6 فرق. كان همنا الأكبر أن نعزله عن مصنع الزيت المجاور، اللي مصنع زيوت كان مجاور له، بس بينهم ممر تقريبا بس 2 متر، ولله الحمد هذا كان التحدي الكبير وقدرنا نعزلها أنه لا يوصل حق مصنع الزيوت. ومن ثم تم مكافحة الحريق للسفنج والمواد المكونة للسفنج من خلال 6 مراكز. أمانة عندنا معطيات عن أسباب الحريق، راح بكرة نستكملها مع الإخوان في الأدلة الجنائية وراح نذكرها إن شاء الله في حينه للجهات المختصة. نعم الفريق خالد، يعني الحريق امتد على مساحة 3000 متر مربع، وبجواره أيضا مصانع للزيوت ومواد خطرة. يعني هل هناك تأثر أو لتلك المواد بالحريق؟ يعني هل هناك من نصائح تقدمها لأصحاب المصانع؟ والله دائما حنا نقول حريق بهالحجم فيه خطأ بشري موجود وفي مخالفات موجودة، والمخالفات هذه الموجودة راح أكيد يتم محاسبة المسؤولين عنها. لكن نعم بلا شك لابد أصحاب المصانع يتقيدون بالرخص ويتقيدون بالاشتراطات اللي تفرضها الإدارة العامة للإطفاء ويفرضونها الأخوان في هيئة الصناعة حتى نتفادى نشوب حريق بهالحجم. الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء، شكرا جزيلا لك.